من يقولوا أن السنن الظاهرية في الإنسان كاللحية والثوب إنما هي كانت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم على قبيل العادة، والآن ليست واجب الإنسان أن يربي لحيته أن يتمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من باب العادة فقط واتباعها من باب الفضيلة ليس فقط. يعني لا تعدو أن تكون فضيلة من من يقول أن السنن الظاهرية في الإنسان كاللحية والثوب إنما هي كانت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم على قبيل العادة، والآن ليست واجب الإنسان أن يربي لحيته أن يتمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من باب العادة فقط واتباعها من باب الفضيلة ليس فقط. يعني لا تعدو أن تكون فضيلة من الفضائل فقط لا غير. فما حكم ذلك طبعا في لا هيك شو مش هيك اسمع اسمع السؤال هيك لأنه هو السائل أنت عندك سؤال غير هيك هذا هو فأنت عندك سؤال هيك احفظه شايف شلون أما نحن حكينا مع الأستاذ هناك أنه نحن ليس لنا أن نفرض على الناس أنه أنت عم تسأل هيك لا ما تسأل هيك لكل سؤال جواب هو سأل هكذا كيف بقى هو وانت ما بتسأل كيفه لا انت بتدخل كيفه لا هو بتدخل بكيفه كله يعمل على شاكلته وفي هوني على كل حال سيكون الجواب عن هذا السؤال هل يظن البعض انه مش هيك يمكن راح يكون الجواب يشمل السؤال اللي طرح والذي سوف يطرح او لا يطرح فصبرا شيئا قليلا الحقيقة ان هذه المسألة من جملة البلاء الذي اصاب العالم الاسلامي من خاصتهم وليس نعم وليس من عمتهم اقول ان هذا البلاء اصاب العالم الاسلامي ليس من عامتهم بل خاصتهم فالخاصة هم الذين يلقنون العامة أحيانا بعض الأفكار الغريبة المنحرفة عن الإسلام والسبب الذي يحملهم على هذا الانحراف ليس هو الاجتهاد العلمي لسبب أو أسباب ذكرناها آنفا وإنما هي محاولة من هذه الخاصة لجعل الإسلام يتماشى مع رغبات العصر الحاضر ومتطلباته المادية أما لو كان الدافع لهم على ذلك اجتهاد من كتاب الله من حديث رسول الله لا بأس فهو مأجور على كل حال لكن ليس الواجع على هذا هذه مقدمة نحن نقول ذكرت أن بعضهم قال أنه لا تعدو المسألة أن تكون من الفضائل من الأمور المستحبة من شاء فعل من شاء ترك أنا لعلمي أن هناك طائفة أخرى بقول لك هذه فعلت أو تركت سواء بقول دون كتر خيرهم دون جماعة طيبين هل يعني يقولوا انه هذا امر مستحب وفضيلة معناها تركوا الباب مفتوحا امام المتعبدين الذين يريدون ان يتقربوا الى الله زلفى باتباع الرسول عليه السلام فيما فعل وفيما امر اما الاخرون لقد نشفوا كل الأدلة التي ستسمعونها وألغوها إلغاء مطلقا وجعلوا مسألة إعفاء اللحية والإطاحة بها أرضا سواء وما نظروا إلى هدي الرسول بل إلى هدي المصطفين الأخيار من الأنبياء والرسل الأبرار حيث لا يعرف التاريخ الأمم
ولا أقول التاريخ الإسلامي فقط لا يعرف نبيا حليقا، وقرآننا يكفي دلالة. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذن الأنبياء كانوا ملتحين. ألا يكفي أن يكون واضحا لدى ذهن المسلم، أن يكون مقتديا في زيه وفي شكله بالأنبياء وعلى رأسهم سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ بلى، هذا والله يكفي. فما بالكم وعندكم هناك أمور تؤكد وجوب وفرضية إعفاء اللحية، مش أنها مستحبة أو من الفضائل أو من السنن المؤكدة أو من الواجبات، الواجبات التي يفرق بعض المذاهب بينها وبين الفرائض. لا، تلك الأدلة تؤكد أن إعفاء اللحية هو من الفرائض التي يأثم مخالفها إثما كبيرا. وحينما تسمعون هذه الأدلة يصبح القول اللي حكاه الأستاذ أنهم يقولون هذه من الفضائل هباء منثورا، فمن باب أولى القول الآخر الذي ذكرته، الذين يقولون سواء حلقت أم عفوت. أول ذلك يقول عليه الصلاة والسلام حف الشاربة وأعف اللحى وخالف اليهود والنصارى. هذا حديث. حديث ثاني، جاء رجل رسول من طرف كسرى حريق اللحية، قال له من أمرك بهذا؟ قال ربي. لذلك قال عليه السلام وخالف اليهود والنصارى في رواية مجوس. من أمرك بهذا؟ قال ربي. قال أما ربي فأمرني بقص الشارب وإعفاء اللحية. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. فقصد مخالفة الكفار فقط كمذهب عام، مبدا عام، أمر مشروع في الإسلام. وأنا أضرب لكم مثلا بسيطا قد ينكره بعضكم. قد ترون في يد بعضنا الساعة في اليد اليمنى وليس في اليسرى. فرض؟ لا. سنة؟ لا، لأنه ما كانت الساعة في زمن الرسول حتى نقول سنة. إذن مخالفة للكفار. الكفار ابتدعوها واخترعوها ولطفوها وجعلوها بهذا الحجم وبسهولة استعمال ووضعوها في شمائلهم. فتطبيقا لهذا الحديث، إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، أي اليهود والنصارى يشيب كما يشيب المسلم سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. فيشترك المسلم مع الكافر في الشيب وهو لم يفعل ذلك، هذا خلق الله. مع ذلك الله على لسان نبيه بيقول له للمسلم هذا خالف اليهود والنصارى، اصبغ شيبك حتى تتميز بصبغك عن هؤلاء الكفار. فما بالك في صبغة أخرى صبغك الله بها وصبغ كل رجل في الدنيا وهو خلق له لحية، يأتي الكافر فيخالف إرادة الله ويحلق لحيته فتأتي أنت وتتشبه به وتوافقه فتخالف أمر الرسول من جهة، ثم توافق اليهود والنصارى والمجوس من جهة أخرى. كذلك قال عليه السلام خمس من الفطرة، فذكر منها قص الشارب.
في حديث آخر عشر من الفطرة أضاف إلى قص الشارب إعفاء اللحية. فإذا هذا الحديث يعطينا حكما جديدا يبطل قول أولئك الناس يقولون هذه كانت عادة في الجاهلية والرسول أقرها، إن شئت فعلت وإن شئت تركت. نقول لا، لقد حكم الرسول عليه السلام بأن إعفاء اللحية من الفطرة التي وصفها في القرآن الكريم بقوله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أرأيتم لو أن رجلا خالف الفطرة في الخمس، قال عليه السلام خمس من الفطرة: قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر والختان، ماذا تقولون عن إنسان خلق الله له لحية فيطيح بها، خلق له شاربا فيطيح به، خلق له أظافر فأمره بقصها فلا يقصها عكس الفطرة، خلق له عانة فيتركها كما هي وهي بديل عن اللحية التي يستأصلها من فوق فتنبت له من تحت، ماذا تقولون في إنسان يخالف فطرة الله في هذه الخصال؟ هذا إنسان ولا وحش حيوان؟ أظافره مثل السبع وإبطه لحيتين أخريين، ما بإيش؟ ما بنته، وهناك لحية أخرى بين فخذيه إلى آخره. هذا خالف الفطرة، أي خالف فطرة الله، يعني خالق بالتعبير العصر اليوم الإنسانية، هذا وحش، فهذا ما يليق به أن يعيش بين الناس. وبلا شك أنه كل جرم من هذه الأجرام لها وزنها، فالذي مثلا ينتف إبطه حافظ على الفطرة، يحلق عانته حافظ على الفطرة، يقص شواربه حافظ على الفطرة، يحلق لحيته خالف الفطرة. فإذا هذه الفطرة لا يجوز تغييرها، فلماذا يغير المسلمون؟ هكذا عز الكفار، هكذا يتزين الكفار، نحن نسينا شريعة الله في كل هذه النصوص، وأخذنا نقول لتشليك هذا الواقع المؤسف أنه ما عليه شيء، هذه كانت والآن صارت عادة، فإن شئت فعلت وإن شئت تركت. مع أنني أعلم أن بعض الناس يتقربون إلى الله بحلق اللحى، أنتم لا تعلمون هذا وسأوليكم بذلك وستوافقون معي. كيف ذلك؟ ماذا يفعل المبتلى بحلق لحيته يوم الجمعة؟ ماذا يفعل يوم العيد؟ ماذا يفعل يوم يبني بأهله؟ ألا يبادر فيحلق يوم الجمعة لحيته ويحلقها يوم العيد، وحينما يريد أن يقابل الناس ويستقبلهم بيطلع وشه كوش فتاة من أجمل الفتيات؟ هذا كله تغيير لخلق الله، تغيير للعباد التي شرع الله، كما يفعل بعض الناس آخرين، ما أدري هذه العادة عندكم ولا لا، وإن كنت رأيت خلافها قريبا. عندنا في سوريا إذا مات ميت في بيت وكلهم يحلقون اللحى يعفون عنها يتركونها، إيش معنى هذا؟ هذا حزين، حزين، أي صارت السنة علامة الحزن، بل صار الواجب الذي ينبغي على المسلم يحافظ عليه ما يفعله إلا إذا أصيب بمصيبة. هذه موجودة عندكم؟ نعم. والله أحلاهم مروا. لكني رأيت منذ يومين أو ثلاث صلينا على جنازة
رأيت المصاب حالي على الضيف. اي والله. ثم يأتي المعزون فيقبلونه ثلاث مرات، فعرفت السر في ذلك انه بدهم يقبلوا الشعر يمج الطبق ما بيزبط، ولذلك لازم يكون على النظيف. هذه رأيتها من يومين ثلاثة، هذه كلها سبب او سببها هو الانحراف عن السنة، تارة علما وتارة عملا ليس علما. انتم ترون الناس اليوم زوجاتهم بناتهم متبرجات، في احد من المسلمين بيقول يجوز المرأة أن تخرج كاشفة حاسرة؟ لا، كلهم يعلمون أن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أكثر النساء اليوم لا يتجلببن، هل ذلك جاهل بالشريعة؟ لا، ولكنه تساهل بتطبيق الشريعة. لما نروح نزور القبور ما بنشوف قبر على السنة، مرفوع عن القبر عن الأرض كذا وكذا، مبني عليه قوة، محاط بحديد إلى آخره، مساجد فيها قبور، وقد لعن الله المتخذين المساجد على القبور. كل هذه أحكام شرعية معروفة، لكن هجرت وتركت وأصبحت نسيا منسيا لسببين اثنين ذكرنا آنفا أحدهما، وهو سكوت أهل العلم وتقصيرهم في القيام بواجب التعليم والتذكير. السبب الثاني اتباع الشهوات والأهواء وتقليد الكفار الذين استعبدونا في عقر ديارنا. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا سنة نبينا أولا، وأن يلهمنا العمل بها ثانيا. هات الآن بقى السؤال اللي عندك أنت إن كان بقي محل السؤال. بدناش نعطلك يا سيدي عن العشاء. لا، إذا كنا بدنا نقول ما نعطلك عطلتوني خلصتك. ولذلك قيلت ونمشي بقى. تفضل. صغير جدا. إحنا ما حدا بينكر وجوب إعفاء